من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعين الكرام، السلام عليكم، تحية طيبة تصلكم من إذاعة القيروان للصحة على التردد 93.3. برنامج من الجامعة نبني الوطن، حلقة جديدة تهتم بمشاغل التعليم العالي. الحقيقة مشاغل التعليم العالي متعدة، والهدف دائما هو بناء هذا الوطن العزيز. إذن اليوم حلقة اليوم يرافقني فيها أيمن ليغا ومحمد قدح في كل من هندسة الصوت والهندسة الرقمية. ضيوفي اليوم أختنا نورهان نصر، أخصائية نفسانية جاتنا من جوهرة الساحل سوسة. نورهان مرحبا بك. مرحبا بك عايشك، ومرحبا بكل مستمع إذاعة الحياة فام، وشكرا على الاستضافة. شكرا، مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في جوهرة الساحل سوسة. كذلك معنا الدكتور رضا كراني، أستاذ جامعي في اختصاص العربية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة. إذا مرحبا بك دكتور. مرحبا بك أستاذ طارق، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الحياة بالقيروان. شكرا لك، مرحبا بكم، نجدد لكم التحية على قبول الدعوة. إذا الحقيقة اليوم باش نركزوا في الحلقة متاعنا على الجانب النفسي للطلبة، وعلاقة الجانب النفسي في البرامج التعليمية وفي يعني في المسيرة الدراسية للطالب أو التلميذ بشكل عام. ولكن أنا الحقيقة قبل ما نبدأ معناها مع الضيوف الكرام اليوم، أنا معناتها أو بالأمس وأنا في إطار تحضير للحصة، نحب نبدأ بواقع معناها حصلت واقع حقيقية. يعني كنت نحكي مع شخص مثقف تبارك الله، وقلت له راهو انا نحضر في الحصه نتاعي على الجانب النفسي معناها في الجامعه وفي المدرسه بشكل عام. فقال لي يا طارق بالله تو انت متفائل برشا ومعناتها وخيالك واسع، تو احنا حلينا مشاكل اللي عندنا البسيطه باش نتعداو احنا تو للجانب النفسي واحد كل شيء. فالحقيقه فاصرها طارق في نفسه، والقول مستعار من كتاب ربي العزيز، فاصرها يوسف في نفسه. وباش نبدا بها بصراحه اصريتها في نفسي، ومش نبدا بها مع اختنا نوريان الاخصائيه النفسيه. اذا هالرؤيه هذه للجانب النفسي عند الناس وعند المثقفين معناها يعني علاش هكا؟ علاش معناتها هل الناس تعطي الجانب النفسي للطالب او الاستاذ او المحيط المدرسي يعني الاهميه اللازمه، ولا مازلنا احنا تو كل واحد يمشي للطبيب النفسي والاخصائي النفسي معناه نتهموه بالجنون ولا نتهموه بحاجه من هذا القبيل؟ تفضل. بون، انت حكيت عن المثقفين يعني بصفه عامه، هو مش المثقفين، هي عقليه كامله معناها. احنا في تونس يعني بصفه عامه ما نعطيوش اهميه للصحه النفسيه في بلادنا معناها، ما نعطيوش، وفماش حتى فهم اش معناها كي نقولوا الصحه النفسيه، شنو اللي تعني، وشنو دور الصحه النفسيه معناها في نمو الفرد، وبالتالي في معناها نمو المجتمع ونهوض بالمجتمع بصفة عامة. هذه كل مفاهيم كل معانيش مالوغوزمون عند المثقفين ولا حتى غير المثقفين، يعني مالوغوزمون سي جينيراليزي يعني. نعم يعني هي مثلا في مؤسسة جامعية ولا مؤسسة مدرسية مثلا يكون فما ممرض، عادة يكون ممرض يهتم بالصحة اللي نعرفوها المداولة الصحة الجسدية، ولكن المشاغل النفسية معناها مازلنا شوية ما نعطيوهاش شكل الجانب وهي رأي أنا نعتقد، وصلحوا لي، أنا نعتقد أن أهميتها لا تقل عن أهمية الصحة الجسدية. أكيد بيان سور، أكيد. نعم دكتور، قبل ما نبدأ معك في الحوار، أولا ساعة نهنيك بصدور روايتك صمت الجبال، مرحبا بك، ثم تعطينا لمحة صغيرة على روايتك قبل ما نبدأ في الحوار إن شاء الله. شكرا أستاذ طارق. هي محاولة روائية، يعني تقدم رواية تتحدث عن فترة زمنية تعود إلى بداية القرن العشرين، تتحدث عن عائلة تعيش يعني في وسط ريفي في القيروان، اضطرتها الحملة الاستعمارية إلى مغادرة
أرضها واللجوء إلى الجبال. تحكي هذه يعني الرواية ما الذي عانته هذه الأسرة، كيف استطاعت أن تتدبر أمور رزقها. هي رواية تتحدث عما هو مهمش وهامشي ما أغفلته كتب التاريخ، وأرجو أن هذه الرواية تجد يعني القبول الجيد عند السادة القراء. نعم، أنا قرأت الرواية وهي رواية جميلة جدا، وخاصة ركزت على شخصية أم يغزيل، وشخصيا من كثر ما سيادتك ركزت عليها في القصة أعتقد أنها شخصية حقيقية، ليس كذلك؟ هي طبعا كل روائي ربما يأخذ من الواقع ويضيفه إليه من خياله، يعني دائما هذه يعني هي ليست واقعية بمعنى أنها شخصيات عاشت في الواقع، ولكن تأخذ من الواقع ككل رواية. نعم، شكرا. إذن بارك الله فيك على المقدمة الجميلة هذه. إذن نرجع لأختنا نورهان نصر الأخصائية النفسانية، وباش ندخل في رايها في جوده التعليم العالي. التعليم بصفه عامه احنا ما نحصروهاش في التعليم العالي، يعني الجوده نتاعنا من رؤيه من زاويه النظر النفسيه، معناتها كانت تقول لي جوده البرامج التعليميه اللي عندنا. دونك احنا باش نحكيو كيما حكينا على التعليم بصفه عامه، مانيش باش نحكيو على التعليم العالي بصفه خاصه. نعم. على خاطر ما نجموش نقدموا ونواصلوا نحكيو على التعليم العالي من غير ما نحكيو على التعليم من الاول، على خاطر هو الطالب والتلميذ كي باش يتعدى من التعليم العالي هو ديجا لازم يكون فما خدمه تقبل، يعني من حتى من الاقسام الابتدائيه. نعم. هنا مثلا كي نحكيو على المرحله الابتدائيه مثلا، يعني ما فهميش بتبيع كيما حكينا التأثير النفسي غايب تماما، لخكو معناها في دول أخرى نلقاو ديما التأثير النفسي موجود والمتابعة النفسية موجودة، على خاطر معناها سي امبورطون أنه احنا نكونوا عندنا معرفة بالفرد هذا بالطفل مثلا، هو يبدأ طفل احنا سي امبورطون أنه نكونوا معناها عندنا معرفة بالفرد بصعوباته بتوجهاته بشكله اللي قاعد يعيش فيها، من بعد يزيد يكبر شوية بمشاريعه. نعم، هذا كله مهم برشا بالنسبه لنا على خاطر كل شيء مربوط ببعضه. نعم، احنا كي باش نضمنوا جوده التعليم ما نجموش احنا نحطهم اذا كان انسان مال بلاسي ولا اذا كان انسان في وضعيه ما تسمحلوش انه باش يتعلم، ماهوش في اطار وفي ظروف مهيئه انه باش يتعلم، ما راه ما يتعلمش. نعم، يعني مثلا اذا كان طفل يعاني من مشاكل نفسيه ما يتعلمش، ولو حتى انه احنا نكونوا عنا برامج تعليميه في المستوى هو مش موجود، اما نفرض لو كان موجود وعنا معناها برنامج تعليمي متميز ويكون عنده معناها ويكون مثلا الطفل في وضعيه هشاشه نفسيه ماهوش باش يتعلم. نعم. عنده صعوبات، عنده مشاكل، عنده خدمه ماهيش مخدومه، خدمه على المستوى النفسي. نعم. هذا كله بيان سور باش ياثر على فرص التعلم وعلى يعني فرصته وحقه في التعلم. نعم، مثل ما يقول فرويد يعني الإنسان أسير لطفولته، يعني إذا كان أنت قبل ما تحكي على التعليم العالي يلزمك تبني، وما دام مش تبني معناها لازم يكون عندك طبعا لازمك تبدأ بالمراحل الدنيا من التعليم وبعدين نتعديه. إذن أنا باش نستسمحك وناخذ معايا معناتها الدكتور رضا الكرعاني. يعني دكتور احنا خلينا نسلط ضوء على كلية الاداب والعلوم الانسانية اللي موجودة في القيروان، يعني مثلا انت كان تعطينا بسطة على الشعب اللي يتقراوا معناها في كلية رقادة. بالنسبة للشعب هناك تهتم اساسا علوم انسانية وفنون، هناك الاجازة في العربية في الفرنسية وفي الانجليزية، وهناك الاجازة يعني التطبيقية في الأثار والأجازة الأساسية أيضا في الأثار، هذه بالنسبة إلى الشعب. ثم الماجستير والدكتوراه في العربية، الماجستير في الفرنسية والإنجليزية، ثم ماجستير يعني مهنية في الأثار، وماجستير بحث أيضا في الأثار، هذه هي الشعب التي تدرس في الكلية. نعم، مثلا أنا كان نركز على مثلا اختصاص اللغة العربية. اختصاص اللغة العربية يعني هو سؤال، ربما هو سؤال انكاري، معناها مثلا واحد كي يقرا عربيه شنو هو باش يتخرج استاذ عربيه، شنو هي افاق الشغل مثلا بالنسبه لواحد تخرج عنده الاجازه في العربي، معناها تطبيقيا هذا يتخرج عنده الاجازه في العربي ايش باش يخدم؟ هو تقريبا العمل الوحيد هو ان يشتغل استاذ في التعليم يعني الثانوي، ليس هناك افاق اخرى. نعم، هو طبعا بارك الله فيك الإجابة الدقيقة والموجزة، يعني هو معناها من المفروض أن يخدم أستاذ عربية في معهد. في معهد. واضح.
باهي. لكن انت علاش، وانا طبعا ما نتوجهش بالسؤال هذا لسيادتك بالذات او لكليه الاداب معناتها برقاده، هو بشكل عام احنا نهتم بالتعليم بشكل عام. اذا هو توا اذا كان من المفروض باش يشتغل استاذ عربيه، انت ما تلاحظش انك حديت له من الافاق معناها انت باش تخرج استاذ عربيه تخدم استاذ عربيه؟ ايه ما عندناش احنا بلاصه في الليسي، شنو شنو الافاق الاخرى اللي نجم يعملها معناها؟ والله هي افاق يعني تكاد تكون يعني معدومه بالنسبه الى التكوين، يعني التكوين هو في الاجازه الاساسيه في العربيه. نعم هناك تكوين موازي يعني في الاعلاميه في ما يسمى ثقافه المؤسسه، ولكن تظل يعني ذات نتائج يعني ضعيفه لن تؤهله للدخول الى سوق العمل. ثم هذا السؤال استاذ طارق يعني يحيدنا لواقع التعليم في تونس. نعم. هل هناك ربط ما بين سوق الشغل وما ربط يعني الجامعات؟ نحن نعرف مثلا أن أعطيك شعبة العربية الآن تدرس في كل ولاية تقريبا، تونس العاصمة هناك أكثر يعني تقريبا 4 أو 5، هناك بطالة كبيرة يعني عشرات الآلاف من الحاملين الأجازة في العربية. نعم. لماذا هذا الإصرار على يعني تكوين فتح ناس؟ نعم. في شعب هي تونس لا تحتاجها، وهذا يعني تقريبا في كل الشعب، ليس هناك شعب في تونس الآن لا تشكو يعني من بطالة التشغيل يكاد يكون يعني مسدود الآن. هذا سؤال كبير يتعلق بخيارات الدولة في مجال التعليم. نعم نعم شكرا دكتور. يعني نورهان، يعني أنا مش نبني على اللي قاله الدكتور، يعني أفاق خريج الاختصاص معناتها اللغة العربية، أفاق هو باش يخدم أستاذ عربية فقط، واضح؟ أي. بالتالي أنا لهنا، وأنا طبعا أنا مش جاي بالحلول، ولكن أي. أنا مجرد معناها هواجس أو مجرد أفكار، يعني لو كان أنا بالإضافة للغة العربية اللي هو يدرسها في الكلية، لو كان أنا مثلا نفتح له ولو في شكل نوادي، ولكن تكون عندها معناها أهمية لازمة اللي هي تكون مثلا عليها أعداد باش الطالب، فهمتني؟ لو كان أنا نزيد مهارات أخرى، مهارات مثلا في الإعلامية، ولا مهارات يعني في أي مهارة معناتها، هل هذا ممكن ينجم يفتح له، يزيد يفتح له الباب شوية معناها، فهمت؟ يعني أستاذ عربية ما فماش كابيس ولا ما خدمتش ماكش مش تخدم، علاش يعني أنا ما نحلوش آفاق أخرى؟ باعتبار أنه العالم راهو تغير، راهو إحنا توا نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي، والماشين ليرنينغ، راهي حتى الماكينات ولات تقرا توا، معناها باللغة البسيطة، الماكينات ولات تقرا وتتعلم. إيه هو توا أنت كي خرجته أستاذ عربية وما فماش شغور في العربية، شنو المجال اللي قاعد تقدمه؟ ما نزيدوش أنا حاجة أخرى معناها؟ هنا نحن مانيش باش نحكي على بيان سور على العربية بصفة خاصة، ولكن نعم. نحكيو على المشكل بصفة عامة. نعم. هوني نحكيو على جودة التعليم العالي، هوني احنا كي نمسوا النقطة هذي نوليو نحكيو على جودة التعليم العالي في تونس. نعم. شنو كي نقولوا جودة التعليم العالي شنو معناه؟ نعم. معناه هو التخطيط. ايه. لضمان أفضل البرامج. نعم. باهي. اش معناها وقتاش نجمو نقولوا احنا عندنا أفضل برنامج تعليمي؟ نعم. وقت اللي نحن نضمنوا الجانب النظري. نعم. الجانب التطبيقي. نعم. والمهارات الحياتيه والمهارات العامه اللي تخلي الفرد معناها بعيد عن الاختصاص اللي يقراه قادر انه يشارك ويتفاعل في المجتمع، هذوما مهارات عامه ومهارات حياتيه. نعم. وزاد الجانب الاخلاقي، القيم، المبادئ، هذا هو تعريف التعليم بصفه عامه. اذا كان احنا ما نضمنوش المكونات هذه ما نجموش نقولوا احنا ضمننا افضل برنامج، ولا نجمو نحكيو على جوده التعليم العالي. فما نقطه اخرى هي معناها غياب التخطيط، جوستومون نحكيو على الجوده نحكيو على التخطيط. وهنا الحقيقه فما برشا مسؤولين، معناها نحكي ونشوفوا زادة مسؤولين على جوده التعليم العالي، موجودين المسؤولين، ولكن انا مانيش قادر نشوف في التخطيط. يعني مثلا كي نحكيو هنا، انت حكيت على العربيه وبعديك ما يلقاش خدمه وكل. انا نتسائل هنا معناها المسؤولين على الجوده في تونس، جوده التعليم العالي، يعني اندرا فما مجالس مختصه في صلب الجامعه التونسيه انه يقعدوا مع رجال الاعمال، مع المستثمرين التوانسة، مع اصحاب المشاريع الكبرى والمتوسطه. نعم. معناها تكون مجالس معناها علميه ما بين. نعم. الوزاره وما بين الجماعه هذوما. نعم. ويحددوا بالضبط شنو هما يعني المهارات اللي حاجتهم بهم في الطالب باش يخرج لنا من بعد من الجامعه، شو هما المهارات، شو هما الاختصاصات ساعه قبل كل شيء. نعم. ويحددوهم وقديش مستحقين. نعم. يعني نحكيوا على العدد.
إذا أنت هنا باش تحيلنا للحديث في موضوع مسألة صياغة الشعب والبرامج التعليمية في الجامعة، موضوع مهم جدا إن شاء الله باش يكون موضوع حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. من الجامعة نبني الوطن، من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل لمواصلة الحديث. كنا قبل الفاصل نحكيه على جودة التعليم في مؤسساتنا العمومية بالنسبة للتعليم بصفة عامة، احنا منش في الحصة هذه مركزين على التعليم العالي، وكنا نحكيه على البرامج التي تدرس في الجامعة، وكانت الإخصائية النفسانية معناها علقت شوية على كيفية صياغة البرامج. نتعدى للدكتور رضا كرعاني. يعني الدكتور، يعني كيف تتم صياغة البرامج معناها التعليمية؟ يعني مثلا تجي جامعة أو معناها مجموعة من الدكاترة ولا المسؤولين يخمموا باش يحلوا اختصاص جديد، يعني من المفروض أنه الاختصاص الجديد باش يتحل ذي تراعى فيه عدة جوانب. أهم جانب ربما يراعى حسب رأيي أنا هو الجانب التشغيلي. أنت مش تحل في اختصاص، ما هو هدفك؟ كيف فكرت باش تحل الاختصاص هذا؟ والله هو الظاهر ان في تونس الامر لا يتم بهذا الشكل، يعني تفتح يعني شعب جديدة لا لشيء الا لاستيعاب الناجحين في البكالوريا. ما نلاحظه ان هناك شعب لا تفضي الى، يعني تفضي الى لا شيء، ليس هناك تفكير فيما بعد في التشغيل، لان دائما هناك بحث عن الحلول الآنية. هناك ناس نجحت في الباكيز تلقى لها شعب، ثم لاحظوا في السنة الماضية مثلا أن كان العدد الكبير يعني الناجحين في الباك كبير، وقسم كبير منهم لم يجدوا يعني هذه الشعب التي يبحثون عنها، ثم أن هناك رغبة في تشغيل أكبر عدد ممكن من حاملي الشهادة العليا يعني الدكتوراه، فلذلك يقع يعني فتح شعب. في بعض الأحيان تكون البلاد محتاجة إلى يعني ممكن 15 خريجين في هذا الاختصاص، فيقع بعض شعبة، وهناك شعب كثيرة اكتشفوا بعد ذلك أنها لا يمكن لا مكان لها في سوق الشغل. اكتشفوا بعد ذلك، أنا توا نحب نقف على اكتشفوا بعد ذلك. اكتشفوا بعد ذلك معناها هو الشعبة كعملها، هو ما عملهاش تخطيط، ما عندوش إحصائيات، ما عندوش فكرة على سوق الشغل. إيش معناه اكتشفوا بعد ذلك؟ يعني المفروض يكون فما بلانينج، مفروض فما تخطيط من لو. مفروض هو في البلدان الأخرى هناك لجنة عليا للتعليم، يعني يتغير الوزير، يتغير يعني المديرين، ولكن تبقى هذه اللجنة وتشتغل ضمن المدى الطويل. في تونس لا يوجد هذا الأمر، هناك حلول ارتجالية، هناك حلول على المدى القصير فقط، ليس هناك يعني بحث عن يعني حلول طويلة. وعليش دكتور ما عندناش الكفاءات اللي تنجم تعمل التخطيط، ولا المسألة فيها إرادة معينة؟ هناك غياب الإرادة السياسية، غياب الإرادة السياسية، لأننا نلاحظ حتى ما قبل الثورة كان التعليم يعني محكوم بالهاجس السياسي وليس بهواجس أخرى. نلاحظ منذ يعني عهد بن علي كان هناك رغبة في إنجاح عدد كبير ممكن من الناس، حتى يعرفون أن يعني العائلة التونسية تهتم بالتعليم وتفرح لنجاح أبنائها، لذلك فلينجح الجميع. حتى أصبحت الشهادات في معظمها لا تساوي قيمتها أو لا تساوي حتى الحبر التي كتبت به. نعم. لاحظون البكالوريا أدخلوا عليه 25%، هناك رغبة في إنجاح، ثم التغيير من نظام يعني 4 سنوات لثلاث سنوات، وضع شروط سهلة للنجاح. ثم وصلنا إلى هذه المرحلة يعني بحكم هذه السياسة الشعبوية وغياب التخطيط وغياب اتخاذ القرارات الضرورية. منذ يعني الملف الأكبر في تونس بعد الثورة هو ملف التعليم، ولكنه ملف منسي، ليس هناك حكومة تجرأت على اتخاذ القرارات التي ينبغي اتخاذها في هذا المجال. أن هناك دائما تتدخل في العملية التربوية عدة أطراف، هناك هواجس سياسية، هناك النقابات، هناك الخوف من ردود الفعل الشعب، لذلك بقيت هذا التعليم يعني متروك إلى حالة رثة، ومتروك إلى أنه يعني يشتغل بآليات لا تقدم أي شيء. وتلاحظون اليوم يعني هذه يعني
الأزمة تفاقمت أكثر. خريجي الجامعات يزدادون كل سنة، تلاحظوا يعني آخر خطاب للرئيس تراجع عن قانون 38 تشغيل ما كانت ب 13 سنوات. وهذا فتح أو يفضي إلى اضطرابات اجتماعية كبرى فيما يخص ملف التعليم. نعم والله أنا بالنسبة لل معناها قانون 38 هذا، وانا باش نتكلم مع الاخصائيه النفسانيه اختنا نورهان، يعني توا واحد يقرا في الشعبه يعرف انه الطاقه التشغيليه للشعبه هذه تقريبا منعدمه، وبعدين تو نجيو لبعض الشعب، اما حتى الشعب المعروفه، حتى الشعب المعروفه فما الطاقه التشغيليه نتاعها قليله واحد. والصباح معناها شي يقوم من النوم، شنية الموتيفاسيون، شنية الحافز اللي يخليه يقوم من النوم ويحضر للأستاذ اللي قري 8، وهو يعرف أن الشعبة هذه اللي مش يتخرج فيها مش يكون بطال. ثم مثلا مثل ما ذكر الدكتور رضا، معناها قانون 38 الذي يقال أنه لا يمكن تطبيقه مقارنة بأوضاع البلاد إلى غيره، احنا مش داخلين في يعني مع اليمين او اليسار، احنا مش موضوعنا هذا، ولكن يزيد الطالب يسمع انه على الاقل هو كان مش يبطل 10 سنين ويخدم، توا وليت في المسيب توا، معناها فهمتني باللي يعطيني انا توا شنية الحاجه اللي تشجع طالب انه يقوم الصباح ويمشي يقرا وقت اللي هو يعرف ان الشعب هذه مش يخدم فيه. بيان سور ما فهميش موتيفاسيون، هذه حاجه معناها معروفه خاطر الناس كل تعرف توا بما فيهم الطلبة، يعني انهم كي باش يتخرجوا نجم تقول يعني باش يقاو رواحهم قدام المجهول، يعني ما يعرفوش مصيرهم. بيان سور حتى انه خيار الهجره مثلا، بيان سور هذه حاجه ماهيش متاحه للناس الكل، يعني انها باش تهجر لا فما هجره اخرى متاحه، وحتى اي يعني فما هجره اخرى متاحه، ما أي. يعني ومتاحة باش نكونوا واضحين، احنا باش متاحة بين الظفرين، اي بين الظفرين هي بين الظفرين. عمره ما كان حل ورا احنا نخمو فيه ورا نحكيو عليه على اساس حل، نحكيو على الهجرة الشرعية، الهجرة يعني الشرعية أي. نعم دونك هذه ماهيش متاحة للناس الكل، حتى ولو يكون معناها فكرة موجودة ماهيش اي انسان ينجم يختار الخيار هذا، دونك هو عارف انه باش يلقى روحه قدام المجهول، يعني اكيد باش نحكيو على الموتيفاسيون، ما نحكيش على الموتيفاسيون مالوغوزمون. اما جوستومون كيما كنا نحكيو قبيله على يعني الجوده، وحكينا على شنو لازم يكون في البرامج، حكينا على المهارات الحياتيه والمهارات العامه. هنايا يعني ولو انه معناها الطالب يلقى روحه معناها بالتقصير معناها من الدوله انه ما فماش اختصاص نتاعو، غير في غياب تنسيق غياب تخطيط، يلقى روحه ما عندوش بلاصتو معناها كيفاش يخرج، يعني فما مهارات كمان اخرى يكتسبها في معناها خلال التعليم نتاعو تخليه يلقى الحلول، يلقى انه مش بالضروره انا نخدم الاختصاص اللي عندي في وضعيه مشكل. احنا نورمالمون الواحد كي يتخرج باختصاص معين يخدم فيه، ولكن اذا كنت حطينا في سيتواسيون بروبليم وين ما لقيناش احنا مش موجود ومش متوفر، مفروض يلقى الحلول التالي. إيه هو شو هو بارك الله فيك، انت احلتني نقطه مهم باهي، هو مش بالضروره يخدم في الاختصاص نتاعو، لو نسلم بانه هذا ينجم يكون حل باهي، اش باش يعمل هو في الحاله هذه؟ مش يمشي لمركز تكوين خاص او كذا او كذا ومش يعمل تكوين، التكوين هذا يمشي يشدوا 6 شهور ولا سنه في اختصاص معين اللي مثلا ينجم يحل به مشروع صغير ولا ولا يخدم به. اي لهنا بما اني الدوله، انا الدوله راني نغزر لها ام الجميع. أكيد. الدوله يا اخي اذا كان عندك انت وطن اخر فاسلك سبل ربك ذلولا، توكل على الله برا مشي له. احنا نحكيه على الناس اللي عندها وطن واحد هو تونس. اذا كان انا عندي ومعناتها نبدا من فكرتك انت، مش بالضروره نخدم انا استاذ عربي الست شهور اللي انا مش نعملهم تكوين في الاعلاميه، علاش انت ما تزيدهم ليش في الكليه في شكل مهارات؟ يعني انا معناها كي نمشي ندفع فلوسي ونعمله في تكوين في سنتر خاص ما يسالش تولي تبركل عليها، اما وقت اللي انت كدوله توفره لي ولو في شكل نادي اللي يعطي مثلا الشهاده، هاو عندنا مركز المهن وادماء واشهاد الكفاءات اللي يعود بالنظر للجامعه، فهمتني؟ المركز هذايا يعمل دورات تكوينيه
في الإعلامية، في الخياطة، في الموسيقى، في ما نعرفش أنا، هنشوف فيهم أنا طلبة تخرجوا ماشي يعمل في تكوين في صنع المرتبات مثلاً، يعمل تكوين في الخياطة، يعمل تكوين في قيس الأراضي، فهمتني؟ فما برشة طلبة أنا نعرفه مش يعمل تكوين في قيس الأراضي. هي أنت بما أنك أم الجميع يا تونس، يا تونس أنت أم الجميع، مكني منهم هالستة شهور في الكلية وأنا تونسي. بطبيعة هو أنا راني ما نمنش بأنصاف الحلول، إحنا كحكينا من الأول بكل حكينا على برنامج متكامل يا يكون موجود يا لا. يعني أنت كحكينا قبيلة على المجالس اللي معناها تضم أصحاب المشاريع والمستثمرين التوانسة، يعني ما نعرفش أنا هنا يعني جودة التعليم العالي هنا راهو مش مستفيد منها الطالب كهو، مستحيل. جودة التعليم العالي مسؤولة مستفيدة منها الدولة، مستفيد منها زيادة المستثمرين التوانسة ولا أصحاب مشاريع. أنت كي تخرج لي نقولوا انت حاطه في الطلبه اللي باش تستقبلها في المؤسسه نتاعك، يعني انت كي باش تستقبل الطلبه يعني تنقصهم المهارات والكفاءه، يعني في الجانب النظري اوكي، في الجانب التطبيقي مضايعين. هوني المستثمر وصاحب المؤسسه هذه هو اللي باش يخسر بدرجه اولى. يعني هو فينالمون معناها لومبلوي اللي باش يتقبل جون ديبلومي هذا اللي باش يجي باش ياخذ سالير نتاعو يمشي صح، ان كونطرا نتاع عام وكل يعني سالير نتاعو يمشي، ولكن المستثمر ولا صاحب المشروع هو اللي باش يخسر. دونك هوني يعني انا هوني ما نتسائل، يعني هوني هذه حاجه تهم الناس الكل. علاش مش الناس الكل تسعى باش تحسن من الجوده؟ علاش مثلا ما يتمش كيما حكينا على التخطيط ساعه قبل كل شيء؟ انت حكيت قلت على استاذ عربيه يخرج جوستومون، احنا تو انت تحكي على حاجه ما تخدمتش من الاول، كيفاش باش نخلقوها احنا الحل؟ احنا من الاول قلنا لازمنا يعني يكون فما تخطيط. اذا كان ما عندكش انت بلايص للشعب هذه ما تحلهاش، ما تحلهاش من الاول. بعديك انت تحل الشعاب معناها على بعض وتحل الشعاب، ومن بعديك تخرج الطلبه، ومن بعديك كيفاش باش تخلق حلول؟ يصعب برشا معناها خلق الحلول. نعم. وحاجه اخرى نقولوا احنا حددنا معناها الاختصاصات اللي حشنا بهم والبلايس وكل شيء، وعندنا ما عندناش معناها عدد كبير اللي يقعد في البطاله. فما مشكله مساله الكفاءه، يعني هوني زاد تنسيق اخر يتم مع اصحاب المؤسسات باغ اكزومبل. شنو المهارات بالضبط اللي انا حشتي بهم في الجون ديبلومي هذا كي باش يتخرج من بعد؟ وفي خلال التربصات هوني ومشكله كبيره في التربصات، يعني كي نحكيو على التربص وقت اللي الطالب مازال يقرا، يعني علاش ما يكونش فما اتفاقيه زاد انه التربص هذايا صاحب المؤسسه يحصر المهارات اللي عندهم فيها مشكل واللي طالب معناها عنده فيها مشكل، ويلتزم مع الدولة انه يضمن دورات تكوينية في المهارة هذية. نعم. باش يتلافى معناها النقص اللي عنده في المهارات هذي، ومن بعديك نخلقه في اخر معناها المسار هذية معناها طالب انسان معناها متخرج يكون معناها كفء على المستوى النظري والتطبيقي. نعم. وبالتالي بتبيع يساهم في تطوير ذاته، ويساهم في تطوير المؤسسه، ويساهم في النمو بتبيع المجتمع والاقتصادي. نعم. اذا في نفس السياق دكتور رضا الكراني، يعني دكتور هل تتفق معي انه التعليم الجيد يجيب لنا الوعي، والوعي يجيب لنا الاخلاق، يجيب لنا حب الوطن، يجيب لنا النمو الاقتصادي، النمو الاجتماعي؟ يعني التعليم الجيد يستفيد منه الجميع، يعني الناس الكل لما تتعبى مخاخها بتعليم قوي، الناس الكل حتى بلغتنا البسيطة الناس الكل ترزن، الناس الكل مخه معبي، أعمل تعليم به، من المستفيد من تعليم سيء؟ من المستفيد؟ يعني التعليم الجيد راه مش معناتها بش لا يقتصر على أني نخرج مهندس كفء باش يدبر خدمة، ولا يقتصر على أني نخرج أستاذ كفء باش يدبر خدمة، لا، راهو ينعكس في المجتمع، راهو أنت تولي تشوف ناس يعني في المجالات الكل، من المجالات الكل معناتها. يعني من المستفيد من تعليم، خلينا نقول نكونوا بوزيتيف، من المستفيد من تعليم جيد؟ هو أكيد يعني أهمية التعليم أستاذ طارق لا تحتاج إلى يعني إثبات، فهذا أمر معروف. التعليم يعني الجيد سيستفيد منه الجميع، ودور التعليم في تقدم الشعوب هذا أمر نراه في كل مجال. يعني هناك دول فقيرة من ناحية المواد الأولية، ولكنها دول قوية اليوم
التعليم الجيد نجده يعني في دول مثل كوريا، مثل اليابان، مثل تايوان، أمريكا. ليس من الصدفة أن الجامعات الأمريكية في كل سنة هي تحتل المراتب الأولى. جامعاتنا نحن يعني خارج التصنيف. خارج التصنيف. خارج التصنيف. خارج. ثم أنه مثلاً أنت ذكرت لي كوريا وكذا، مثلاً المرحلة الابتدائية في الدول ذيك، الدول راو تقريباً أنت العالم وكأنه تقسم المجموعتين يعني. الدول هذيك راهو في المرحله الابتدائيه ما يتعلموا كان المهارات، معناها حتى امتحانات ما يعديوش، معناها كنت تفضل. نعم، وبالنسبه الى تونس يعني اهميه التعليم في تونس، يعني العائله التونسيه منذ قرون عديده حريصه على التعليم، ثم التعليم كان مصعدا اجتماعيا. نعم. يعني الرهان على التعليم هو من اجل تغيير طبقة أو الوضع العائلة. في الماضي قبل الدولة الحديثة كانت المهن تتوارث. نعم. هناك عائلة مهتمة بصناعة معينة، عائلة قائد السبسة، عائلة كذا وكذا، كلها تحمل ألقابها من المهن. عندما جاء التعليم تغيرت هذه الوضعية، أصبح بإمكان من هم في الطبقات يعني الضعيفة بإمكانهم أن يغيروا يعني ترتيبهم الاجتماعي. هذا الآن فقد التعليم هذه الميزة، عدنا إلى المهن المتوارثة من جديد. لماذا؟ لأن التعليم لم يعد قادرا على إحداث أو يعني لم يعد مرتبط بالتشغيل. نعم. ما الذي يقع الآن؟ هناك الجامعات الخاصة، هناك التعليم الخاص. يعني من الذي يدخل الجامعات الخاصة؟ هم أصحاب الأموال. نعم. وبالتالي من يدخل التعليم الخاص سيتمتع بجملة من العلاقات، سيتمتع بتكوين جيد، وسيعود إلى يحتل مرتبة أو مكانة جيدة في المجتمع. منذ سنوات قليلة طلبة يعني المعاهد التحضيرية دخلوا في إضراب لمدة شهرين، طالبوا بأمر بسيط جدا. هؤلاء خريجي الجامعات الخاصة خاصة في الهندسة، لماذا لا يخضعون إلى امتحان يكون مشترك حتى تكون لهذه الشهادة قيمتها؟ والوزارة رفضت هذا الأمر. مبدأ تكافؤ الفرص. مبدأ لم يعد هذا المبدأ موجود. أنا أعطيك مثال، كل عائلة لديها صيدلية في تونس اليوم، إذا لم يذهب ابنها لم يستطع دخول كلية الصيدلة في المستير، ترسله إلى أوكرانيا، إلى روسيا البيضاء، ويعود بهذه الشهادة لتبقى الصيدلية نفس العائلة. أي المهن أصبحت تتوارث داخل نفس العائلة. نعم. بالنسبة إلى أهمية التعليم، نحن نعرف اليوم يعني مشاكل التي تعانيها تونس والعالم يعني العربي. بالنسبة لهذه المشاكل لا يمكن أن نواجهها إلا بتعليم قوي. هي مسألة حياة أو موت. ألا يعرفون ذلك؟ هم يعرفون. المسؤولين ألا يعرفون ذلك؟ هناك خيارات سياسية يعني محكومة يعني بسطوة المال في تونس. يعني خيارات سياسية دكتور، خيارات سياسية، وأنت تقول أنهم يعرفون ذلك، يعني الخيارات السياسية متجهة نحو تغييب التعليم ولا تمييع التعليم ولا التقليل من قيمة التعليم، هل هذا مقصود يعني؟ هو هي كلها يعني هناك ميزان قوى في تونس وليس هناك يعني إرادة سياسية واضحة. نعم دكتور، جاء وقت الفاصل، شكرا جزيلا، ثم نرجع ونواصل الحديث بعد الفاصل إن شاء الله. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، نواصل حلقتنا اليوم من الجامعة نبني الوطن. نشكركم على اختياركم إذاعة القيروان للصحة، إذاعة الحياة اف ام. طبعا نواصل النقاش والحوار مع ضيوف الكرام، الدكتور رضا كرعاني أستاذ جامعي في اللغة العربية، ونورهان نصر أخصائية نفسية. وكنا قبل الفاصل نحكيه على الإرادات أو الإرادة السياسية، والحقيقة لهنا لابد من التوضيح. لما نقول إرادة سياسية يعني هل الإرادة الأساسية، معناها الإرادة برينسيبال الأساسية، هي أنه المسؤولين في الدولة يسهروا على جودة التعليم إلى آخره، ولكن هل تقصد دكتور أنه في المقابل فما قوى مستفيدة نوعا ما؟ هل هذا قصدك؟ لأنه إحنا لما نقوله الإرادة السياسية لا تريد أن ترتقي بالتعليم، وكأنه فيه شوية معناها ظلم للناس ربما البذل مجهود وتخدم كل شيء، ولكن في المقابل تصطدم بفئة أخرى. فهمتني؟ معناها أنا والله باش نذكر لك لهنا ونستسمحكم، يعني أنا زرت لبنان مرة
زرت لبنان مرة وشفت لبنان دولة يعني جميلة جدا، وتحية للإخوة الأشقاء اللبنانيين. يعني لبنان مثلا فيها جبال شاهقة خضراء يحطوا عليها أكل معناتها لتربين متاع مولدات الكهرباء واحد كل شيء، ولكن للأسف مع جمال الطبيعة ومع جمال البحر، لبنان الطيار الكهربائي يشتغل فيها 6 ساعات فقط ويقص. فأنا لما كنت في طرابلس في لبنان اتسألت وسألت الناس، هل معقول أنه لبنان تكون ما فيهاش معناها طيار كهربائي؟ فقالوا لي أنه من البارونات اللي يحتكروا في تجارة المولدات الكهربائية هما اللي موقفين معناها إنجاز المشاريع في الكهرباء. هل أنت تقصد دكتور أنه إحنا مثلا فما إرادة لتحسين أو للعمل على جودة التعليم، ولكن في المقابل فما كونتر بارتي اللي ماذا به مثلا مستفيد استفادة معينة معناها؟ أكيد هناك مستفيدين، يعني خاصة يعني رأس المال عادة ما هو المستفيد من تدهور التعليم العمومي. ثم يعني الإصلاح ليس عملية سهلة، الإصلاح مثل الدواء المر، يعني يحتاج يعني هو فعلا تضحيات وتضحيات كبيرة من كل الجهات، ويحتاج أيضا إلى أموال. وكما قلت لك يعني هي العملية تتدخل فيها عناصر عديدة، من الصعب إيجاد اتفاقات بينها، خاصة ما بين العمل النقابي وما بين السياسيين وما بين، يعني تعرف هو كل إصلاح الآن نحن ما بعد الثورة ليس هناك مسؤول قادر على اتخاذ قرار واحد، نحن نعيش في عصر لا أحد يجاسب فيه باتخاذ قرار، فما بالك بميدان يهم كل العائلات التونسية. لا ينبغي أن نسلم، دائما ينبغي أن نواجه يعني تشاؤم العقل بتفاؤل الإرادة. دائما هناك أمل، ونحن يعني نتمنى أن تكون هناك يعني بداية فعلية لهذا الإصلاح. نعم للإصلاح. إذا أختنا نورهان نصر الأخصائية النفسانية، نورهان يعني أنا أمامي دليل توجيه الجامعي، وأنت سيادتك كنت مركزة على جودة التعليم العالي. يعني مثلا عندي الإجازة في المحافظة على الممتلكات الثقافية والترميمها اللي هي شعبة دوم 3 سنوات بالمعهد العالي لمهن التراث بتونس جامعة تونس، الاختصاص حجارة خشب، الاختصاص حجارة وخشب. الإجازة في حفظ الممتلكات الثقافية كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، حفظ الممتلكات الثقافية. يعني مثلا اللي يتخرج مختص في الحجارة والخشب وين يخدم؟ نفس المشكلة اللي كنا نحكي عليه، معناها هو المشكلة الكبيرة هو غياب التنسيق وغياب التخطيط، يعني نفس المشكلة اللي حكينا فيه من الأول، هذا هو اللي نلقاو روحنا فيه، يعني شعاب وهمية ما عندها حتى علاقة يعني لا بسوق الشغل ولا يعني تهم الطالب في حتى شيء. أنا شفت شعاب اسمها مثلا تبادل الثقافات، يعني تصور أنت عنده إجازة في تبادل الثقافات، وشفت شعاب مثلا اسمها المالية الإسلامية. يعني مثلا تو لما تقول لي المالية الإسلامية، والله أنا نقريه الماركتينج ونقريه إيه المالية الإسلامية شابيتر بيان سور أكيد دارسين أما معناها المالية الإسلامية الشعبة كاملة اختصاص كامل المالية الإسلامية معناها هنا نحبوا نحن أنا بدي نتسائل شنو الهدف وشنو الغاية من خلق يعني الشعاب هذه، كل الشعاب الوهمية ما فهميش يعني مش داعي معناها باش نحطوا الشعاب هذه كل، يعني شنو الهدف اللي باش نحصلوه يعني هنا؟ مثلا نزيد كان الإجازة في المحافظة على الممتلكات الثقافية وترميمها، الاختصاص الحجارة المسقولة. أتصور أتوا أنت معناها هو المعهد العالي للموسيقى بصفاقس، الموسيقى والأداء، والأخرى الموسيقى والعلوم الموسيقية، الموسيقى والعلوم الموسيقية. فهمتني؟ معناها الشعاب هذية، يعني أنا توا أنا ما نقللش من قيمة الحاجات هذه طبعا، ولكن أنا تصوري يعني الحجارة والخشب مثلا علاش ما تكونش من اختصاص مراكز التكوين المهني والتشغيل؟ فهمتني؟ ثم لهنا مثلا فما الخزف من اختصاص التكوين المهني والتشغيل، فما مثلا انا الشعبة الاجازة في الاثاث، اختصاص اثاث او خزف ونسيج، وذي خزف
وفما وثم حتى التسميات، مثلا المعهد العالي للفنون الجميله بتونس جامعه تونس، فهمتني، اختصاص هندسه داخليه. يعني انا اللي نعرفه هو التصميم الداخلي. شنو هي هندسه داخلية؟ هندسه داخليه معناها فما هندسه خارجيه، هذا متابع للاركتكتور، معناها تابع لل... هو فما ديجا اختصاص اخر يعني مع الهندسه الداخليه، فما اختصاص اخر مكتوب فيه تصميم داخلي. هذا صحيح، مو انا نحب نركز على النقطه دي. انت في سوسه تقري تصميم داخلي، وفي القروان نقري هندسه داخليه، اخي تو هذوما نفسهم ولا لا؟ والطالب هوني اللي باش يقرا باغ اكزومبل، انا كي نقراهم الزوج نفهم فرد حاجه، نقول علاش هوني تسمى هندسه داخليه وعلاش هوني تسميناه تصميم داخلي. اي الاجازه في تصميم المنتوج، اختصاص تصميم المنتوج والتعليم، اختصاص التعليم، والاخر اختصاص ابتكار صناعي، اختصاص ابتكار صناعي ومصور، اختصاص مصور، فهمتني، ابتكار صناعي اثاث اكساء، التصميم والتنفيذ وتنفيذ التصميم وتنفيذ الملابس. يعني توا هذوما حاجات راهو نستعملوهم احنا في حياتنا، ما فما حتى مشكل، لكن اش بيهم ما يكونوش من اختصاص معناها التكوين المهني. وتجي انت لهنا، ما هو احنا باش نكونوا واقعيين وما نظلموا حتى واحد، تجي تقول لي انت يا اخي اللي يقرا في التكوين المهني بالكش عنده طموح في مخه هو باش يوصل ماجستير وباش يعمل دكتوراه والى اخره. اي انت ما تنجم تعمل معناها مرور من مراكز التكوين المهني، وكان تقبل راي مرور من مراكز التكوين المهني للجامعه بالنسبه للناس اللي ينسوا في نفسهم الكفاءه اللي موصلت دراستهم العليا. هوني انا نشوف راهو معناها مساله مهمه كيف هذه، مش من حقهم المسؤولين انهم يعملوا شبه تخطيط، انا ما نسميهوش تخطيط، ويحطوا الشعاب هذه كل ويعملوا التخطيط اللي هما يراوه، هما اكيد ما اسموش تخطيط، ولكن يحطوا البرنامج هذايا ويحطوا الشعاب هذه كل من غير ما يشاركوا معناها اي اطراف اخرى. وماذا بينا لو كان يكونوا موجودين، حبوا نعرفوهم شكون هم معنا المسؤولين، معنا اللي قاعدين يعملونا في الشعب هذه كل، وقاعدين يحطوا في الشعب وعلى انا اساس ويخرجوا يحكيوا معنا. علاش غياب التنسيق هذا كله؟ ما فهميش. وانت لما تعمل شعبه يا اخي، الامانه وما ادراك ما الامانه، انت كي تعمل شعبه خممت في اللي باش يقرا فيها، في عائلة، خممت فيه ايش باش يتخرج؟ لماذا تزرعون الإحباط في الناس من اللي هو معناها يعني الدكتور هل تشاطرني الرأي؟ معناها لما أنت تعمل له شعبة مسدودة الآفاق أنت أصبته بالإحباط. نعم هذا هو، يعني مفروض التكوين المهني، يعني نحن نلاحظ في دولة يعني قوية مثل ألمانيا التكوين المهني يعني تقريبا نسبة كبيرة من خريجي المدارس تذهب إلى التكوين المهني، قلة فقط تذهب إلى الجامعات. تونس هناك الجميع يذهب إلى الجامعة أو نسبة كبيرة، رغم أن سوق الشغل تحتاج إلى التكوين المهني، تحتاج إلى من يستطيع أن يحرك أصابعه. الآن ترى يعني حتى الانتدابات في الخارج في كندا في غيرها يطلبون من هم في التكوين المهني، يعني اختصاصات كارلاج ولا بلومبي أو شيء من هذا. نحن بالعكس يعني نركز على شعب ليس لديها أي فاعلية في المجتمع، ونترك التكوين المهني الذي هو ضروري. وتلاحظ اليوم أن في تونس هناك نوع حاجة إلى أصحاب يعني الناس المتكونة في التكوين المهني، تلاحظ حتى يعني عدد كبير أصبح نحتاج إلى العمالة الوافدة، هناك الأفارقة يشتغلون في تونس وفي غيرها، وأصحاب الشهائد الذين ليس لهم تكوين يعني يعانون البطالة. هناك عدم ربط نعود ما بين الجامعة وسوق الشغل، وهذا ملف كبير يعني يلاحظ يعني دور الجامعات في العالم، كيف أن التعليم كان القاطرة التي استطاعت أن تغير المجتمع، أما في تونس فإن التعليم أصبح مشكل ومشكل كبير. ثم هناك فرق في العقليات، نلاحظ الجامعات الخاصة مثلا أمريكا هي للجامعات الخاصة، ولكن الجامعات الخاصة هناك تطور العلوم، هي تشرف على يعني تطوير يعني هذه المجالات كثيرة جدا، وقائمة على التبرع. هناك مفهوم التبرع، مفهوم نحن العكس هنا، يعني الجامعات الخاصة ليس كلها ولكن نسبة كبيرة هي هاجسها مادي فقط، يعني تريد أن تجمع الأموال ولا غير قادرة على تقديم الإضافة. ما هو حجم الإنفاق على يعني البحث العلمي في تونس؟ لا شيء، حتى
هذا الذي ينفقون عليه لا يقدم أشياء تفيد يعني المجتمع، وليس يعني مربوط بسوق الشغل، إنما هو محكوم بالبيروقراطية ومحكوم ب يعني منطق يعني المعاملات فقط. وهذا يعني كما قلت لك يعني يحتاج إلى إرادة سياسية كبيرة ويحتاج إلى توافق وطني. فلنفكر أن التعليم أولوية، وأن التعليم ينبغي إخراجه من التجاذبات السياسية من أجل إصلاح حقيقي، ومن أجل إصلاح يعني يستفيد منه المجتمع ولا تستفيد منه فئة دون أخرى. نعم، في إطار الإصلاح يعني دكتور رضا، أنت مختص في اللغة العربية، وضيفتنا الثانية نورهان نصر أخصائية نفسية. أنا مش نقرأ لكم تمرين في الحساب، وحتى الإخوة التقنيين أيمن ليجا ومحمد قدح يعني إذا كان يعاونونا في حل هالمسألة الحسابية هذه يحلوها معنا بارك الله فيهم. إذن التمرين يقول: يرغب رامي في شراء هدية لأمه بمناسبة عيد الأمهات، إلا أنه لا يملك إلا 4 قطع نقدية من قيمة أو من فئة 500 مليم. لتوفير المبلغ المالي الضروري، قفز الطفل إلى حديقة جاره مسعود وسرق 3 دجاجات و4 كيلوغرام من حب الكرز، ثم توجه إلى السوق، باع الدجاجة الواحدة ب6 دينار، والكيلوغرام هو أصلا الدجاجة توها ب25 ألف، وحب الكرز ب5 دينار. احسب مجموع ثمن بيع حب الكرز والدجاجات. يعني أنا لعمل التمرين هذا وقفز الطفل إلى حديقة جاره مسعود وسرق 3 دجاجات. أولا أنت تو تعطي فيا الدجاجات منين جاو لواه، هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية، ما كنت تكتفي ببيع 3 دجاجات ولا 4 ولا اللي هو. ثم هل أنا الحقيقة ذهبت إلى ما وراء ذلك؟ هل هناك عملية معناها مقصودة لضرب هذا التعليم في تونس؟ شنو هذا؟ يعني هذه يعني الكتب الموازية التي تنجز على عجل من أجل يعني ربح المادي. هو الكتاب المدرسي ينبغي أن تشتغل عليه لجان، وتشتغل عليه لجان لمدة طويلة، وحتى يكون يعني في مناسبة. نحن ما الذي يقع في وزارة يعني التعليم؟ تأخذ نوع من المقاولات، هناك يعني تطرح مقاولة من يقدم لنا كتاب مدرسي. لكن أليس هناك لجان للمصادقة على الكتاب هذا؟ يعني لا أعرف هذه الكتاب، يعني هذه الكتب الموازية إن كانت يعني تنتظر لجان موافقة ولا تنتظر، يعني لا أعرف هذه. نعم، إذا هو الحقيقة معني الحديث معكم شيق، وأنا نحب نختم بالتعليق على فما يعني مركز تجاري عارض أحذية أجلكم الله للبيع، والأحذية هذه معناها عارضها فوق مجموعة من الكتب القائمة. إذا هذه بالنسبة للسادة اللي يشوفونا معناتها معروض أمامكم في الصورة، ولكن بالنسبة للمستمعين الكرام نقول لهم راهو معناها الحذاء يعرض فوق الكتاب، وهذا مساج ربما رسالة لوليداتنا، نحب نقول لهم راهو الحذاء خير من الكتاب، وهي كارثة فعلا. إذا مستمعين الكرام بارك الله فيكم، شكرا على متابعة برنامجكم من الجامعة نبني الوطن. لنا إن شاء الله لقاءات أخرى. نعود نشكر أختنا نورهان نصر الإخصائية النفسية على المعلومات الشيقة اللي مدتنا بها. نجدد الشكر للدكتور رضا كرعاني على قبول الدعوة على إفادتنا بهالمعلومات القيمة. في النهاية نشكر أيمن ليجا ومحمد قدح اللي أمنوا هندسة الصوت والهندسة الرقمية. شكرا، وربي جراها على الصلاح، وربي يبارك فيكم. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي.